بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا سبحانه: "وكان الإنسان عجولا" ويقول جل في علاه: "خلق الإنسان من عجل" سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذه الآيات الكريمة تبين خلقا وصفه ثابته في الانسان وان الانسان دائما متعجل دائما لا يرضى بحاله دائما يسعى للاعتراض او ربما يعترض هناك مستوى من الاعتراض لا يحبه الله سبحانه وتعالى هو ما تنبه عليه الايات الكريمه وينبغي للعاقل والحكيم من المسلمين ان يفهم هذا السلوك في النفس البشريه وانها فطرت على العجل وان الله سبحانه وتعالى يؤخر لصالح العبد يؤخر لفوز العبد وقد حدثنا الله سبحانه وتعالى في سوره يونس قال الله سبحانه على لسان نبي الله موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم اتبع الله سبحانه وتعالى هذه الايه الكريمه بقوله قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون كان سيدنا موسى يدعو وسيدنا هارون يؤمن على دعائه فقال الله سبحانه وتعالى لهما قد اجيبت دعوتكما قال المفسرون عند تفسير الايه الكريمه ان اجابه الدعوه وقعت بعد اربعين سنه وهذا هو المنهج الذي يريد أن يعلمنا الله إياه أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء العبد ما لم يعجل، ما لم يتعجل، يستجيب دعاء العبد في الوقت الذي يريد هو، لا في الوقت الذي يريده العبد، يستجيب دعاء العبد في الوقت الذي يحقق فيه مصلحته. ولربما استجاب الله دعوه عبد من عباده فكان فيها هلاكه وكان فيها ضياعه ولذلك لا ينبغي للمسلم العاقل ان يتعجل بل وينبغي له ان يتريس وان يثق في القدره الالهيه وان يثق في عطاء الله سبحانه وتعالى ولذلك يطمئننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول في الحديث ما من عبد يدعو الله بدعوه الا اعطاه الله بها احدى ثلاث اما ان يصرف عنه من السوء بمثلها او ان يدخرها له ليوم القيامه او ان يستجيبها له ولكن القضيه الاساسيه انه لا ينبغي للمسلم ان يتعجل فيما يريد وان يعلم ان تاخير العطاء انما هو لحكمه الهيه ربانيه يطلع الله سبحانه وتعالى قلب عباده عليها ان هم امنوا واطاعوا واستقروا واطمانوا واذا لم تطلع القلوب على الحكمه الالهيه فلا بد ان تثق العقول بالحكمه الربانيه فهذه الايات تبين هذه الصفه في خلق الله وانهم دائما على عجل يحبون العجله ونحن نريد ان نتخلق بما يامر الله به والا نكون من المتعجلين وان نتيقن من عظم عطاء الله ومن استجابه الله لنا وان نتيقن من اراده الله الخير لنا ونستمر في طريقنا ونسعى الى الله سبحانه وتعالى ونتزود من الاعمال الصالحات ونثق في الله سبحانه ونثق في عطائه ونثق في رضاه ونثق في استجابه دعائه ولا نتعجل الاستجابه ونكون ممن من فهم عن الله واستجاب لامره فرضي به ربا ورضي بعطائه ففاز برضاه في الدنيا وفي الاخره نسال الله سبحانه وتعالى ان ينزل على قلوبنا اليقين والسكينه والطمانينه وان يجعلنا من العباد الربانيين الذين تعلقت قلوبهم بربهم فابصروا عنه وفهموا عنه وكانوا من المتقين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته